توسع مدى الضربات. نعم. يعني ما تنسي انه الاسرائيلي من اكثر من شهر وقت اغتيال الشهيد العروري كان مبين انه بلش يستهدف اهداف خارج النطاق ما سمي بمناطق الاشتباك. نعم. وبعد منها ضرب بتأت بجدرة، رجع ضرب بالغازية، فصار ضارب مجموعة، وقبل منها كان ضارب بالنبطية. فبتقديري أنا عمل نقل الإسرائيلي أنه بيبقى على منطقة الاشتباكات الجغرافية اللي شهدت خلال الأشهر الأربعة الماضية اشتباكات ومتبادلة وضربات متبادلة، بس بده يوسع بنك اهدافه مع توسيع الجغرافيا. انا اعتقد انه بده يعني بيأشر لنا انه بيعتبر لبنان كله منطقه ممكن انه ان يتصيد فيها اهداف. واكبر دليل على ذلك انه اليوم حتى تصريحات الاسرائيليين قالوا انه نحن ما عندنا منطقه ما ممكن انه نضربها. نعم. ف يعني هي النقله العمليه. هلا بتروح على حرب واسعه، حتى الان ما مبين انه هذا الامر، لانه الطرفين يعني ما في نيه انه توسيع الحرب. حتى الاسرائيلي لو بده يوسع الحرب كان بيقدر يوسعها. واكيد المقاومه بدك، طبعا المقاومه بعتقد انا، طبعا هذا موضوع بيرجع للقاده الميدانيين اللي هن ادرى بالوضع بالمعطيات اللي بين ايديهم، اكيد بدهم يعني يتعاملوا مع الميدان بطريقه مختلفه. كيف يعني يتعاملوا مع الميدان بطريقه يعني مختلفه؟ يعني هن اليوم الاسرائيلي عم يوسع، ممكن يصير في توسيع لمدى الضربات اللي بتنفذها المقاومه. اليوم المقاومه ما نسر عندها صواريخ بتطال اي نقطه داخل الكيان الاسرائيلي. يعني في زراعين، زراع الجو الاسرائيلي زراع يده طويله بتطال اي نقطه، والمقاومه راكمت بعد حرب تموز انه بنت زراع صاروخي. نعم. طبعا مش بذات الفعاليه، حتى ما يكون يعني مش بذات الفعاليه، وانما هي الزراع الصاروخيه واللي هي فيها صواريخ من أنواع متعددة ومدايات مختلفة بتضرب أي نقطة بفلسطين. وهذا الكلام المقاومة عبرت عنه، والإسرائيلي قبل كان معبر عنه. فهل يا ترى المقاومة تبقى عند حدود 10 أو 12 كيلومتر اللي كانت عم تتصرف فيهم من بدء القتال إلى اليوم، أم أنه لا، هو اللي بيتوسعوا أقل بالضربات؟ نعم. أقل بموضوع الضربات، هذا موضوع بيبقى عند أهل القرار، وخصوصا أنه اليوم هذه الضربة كانت بالعمق، العمق الفلاني يعني تخطت المئة كيلو. لا هو بقول ممكن أنه يكون الضربة بالضربة أو يعني العنوان اللي حطه. عم بيقول الإسرائيلي أنه أنا بعتبر كل الجغرافيا اللبنانية متاحة ومباحة، وأنه أنا ممكن أي هدف بشوفه أينما كان. واضح كان تماما، مش من هلأ، من أيام هلأ عم بيمارسها. طب بس هيدا الشيء ما عنده خوف من يعني المعادله اللي حطتها المقاومه الاسلاميه، انه العمق بالعمق، الدم بالدم، الضرب بالضرب، ممكن هذا هون بصير انه هذا الموضوع. لذلك انا ما بدي اتوسع فيه، يعني اهل بكي ادرى بشعابه. فاكيد المقاومه لن تبقى على ذات القواعد الاشتباك اللي قائم الان. طيب اليوم استهداف، يعني هيدا العمل كان نتيجة كمان ضربة كتير كبيرة وجهتها المقاومة الإسلامية للعدو الإسرائيلي، هو استهداف طائرة هرمس. ماذا تقرأ بهذا المشهد؟ يعني كمان أنه ممكن بعض الأطراف الداخليين يقولوا أنه أنتوا جريتوا إسرائيل لهذه الضربة. للأسف يعني في بعض الأصوات كيف يعني ممكن تطلع إذا المقاومة أسقطت الطائرة عم تقصف بعمق الجنوب ممكن عم يجر الإسرائيلي. طب شو الخيار؟ شو الحل؟ أنه نترك الإسرائيلي يعني يضرب أين مكان وكيف مكان، وبالمقابل نحن نتكتف ونتفرج؟ أكيد مش منطق هذا. هذا منطق أقل في منطق انهزامي ما له مطرح. بالعكس يعني الإسرائيلي إذا بس يحس أنه هو عم يتألم مثل ما نحن عم نتألم، أكيد هذا بيكون عنصر الردع، مش العكس هو الصحيح. فلذلك قلت لك أنا لن أستعجل. طبعا حدث إسقاط الهرمس اليوم الـ 450 لأنه هي مش طائرة صغيرة مسيرة، هي من الطائرات الكبيرة يعني، وطائرات ممكن تتحمل صواريخ. فهذا الإسرائيلي معتبرها كمان أنه هذا شيء جديد صار. قصة المسيرات أنا أعتقد أنه لا سمح الله أتمنى أن لا تتوسع الحرب، لكن إذا توسعت حتشوف يوميا في سقوط مسيرات، لأنه المسيرات في إمكانية إسقاطها غير الطائرات الحربية. الطائرات الحربية مش أنه ما بتتسقط، لكن أصعب بكتير. نعم. إنما المسيرات
سرعتها يعني ما بتزيد عن 350 كيلومتر، يعني فيراري ماشي بالجو اذا صح التعبير. واكيد انه في مجال لاصابتها، قدرتها على المناوره منها مثل الطائره الحربيه. نعم. والاسرائيلي بده يحط بحسابه انه حيفوت الطائرات اقل من السيارات يعني، فاذا توسعت الجبهه كثير فاكيد بصير في بده يصير في خطه للتعامل اقل مع المسيرات. طيب. واللي هي احيانا بتكون مؤذي اكثر من الطيران الحربي. صحيح صحيح. لانه اصابه عين العدو فوق المناطق اللبنانية. لا هي عم تستطلع وبترمي. صحيح صحيح.